أسعد الله أوقاتكم متابعينا الأعزاء مع الجزء الثاني من جلسة برنامج وورد من جلسات دمج التقانة والتكنولوجيا في التعليم. أنا معكم الأنسة جمال الدرة، المنسق المركزي في وزارة التربية، والأستاذ محمد قاسم. مرحبا أستاذ محمد. كنا قد بدأنا مع مجموعة من الخيارات المتقدمة بهذا البرنامج، تعرفنا فيها على عدة أمور تتعلق بالضوابط الأساسية في الصفحة الرئيسية، ومجموعة من الخيارات في الشريط الرئيسي، وكذلك في التنسيقات العامة وإدراج الكائنات، وأيضا التحكم بعلاقتها. كان هذا ختام الجلسة الأولى. الجزء الثاني نبدأه بإدراج المخططات. أستاذ محمد، سنقوم بتطبيق عملي على إدراج المخططات وكيفية التنسيق لها، وكذلك إدراج فواصل الصفحات، وأيضا كيف ندرج أرقام الصفحات الفردية والزوجية. وطبعا من خلال مثال عملي. من خيار إدراج سوف نأخذ إدراج مخطط. نستطيع أن نأخذ التنسيق المراد أو المطلوب، وعند معاينتها نأخذ موافق. مثال أن نأخذ مخطط دائري. تماما. فمباشرة فتح لي مستند خاص بالإكسل ضمن برنامج الوورد. نعرف نحن أن برنامج الإكسل هو برنامج مختص ومحترف بالمحاسبات، فنستطيع أن نقوم بتعديل البيانات وتعديل المسميات في صفحة الإكسل، ثم مباشرة تظهر لي المخطط البياني ضمن صفحة الوورد. مثلا هنا لو عدلنا في ملف الإكسل، هو طبعا وضع مفردات معيارية أو مثال كمثال على التطبيق، أنه لدينا أربعة متحكمات بالألوان. أنا النسبة الأعظم مثلا باللون الأزرق أو البنفسجي. لو كبرنا النسبة أو صغرنا النسبة بالأحرى من 8.2 مثلا ل 5.2، نلاحظ أن النسبة قد تغيرت مباشرة، اختلاف على المخطط. إذا هنا نستطيع، إذا طبعا قمنا بالتجريب، نلاحظ أنه يمكن أن ندرج مخططات توضح بعض المصطلحات، توضح بعض المفاهيم. مثلا في أحد الدروس الزملاء كان هذا المخطط ناجح جدا في تبيين نسبة المتسربين من المدرسة، نسبة المدخنين بين الذكور والإناث. كان المخطط هذا يوضح فعليا الأمور ربما الاجتماعية أو الإحصائية الخاصة بعدة مواد دراسية. ننتقل الأستاذ بعد ذلك إلى إدراج أنماط أخرى، وهي الرسم. التوضيحي. الرسم التوضيحي أيضا من خيار إدراج. نستطيع من خيار إدراج رسم سمارت أرت أن نأخذ أيضا التنسيق المراد. طبعا متعرف عليه وأغلبية الزملاء أن التربويين يختارون الرسم الهيكلي، رغم أن هناك تنسيقات أخرى جيدة وتفيد العمل. فمثلا لو أخذنا هذا التنسيق ثم موافق، مباشرة أدرج لي التنسيق الخاص بسمارت أرت. نستطيع إدراج النصوص ضمنه، وخفض أو رفع متحول، إضافة متحول أو إنقاصه، التغيير بالألوان والتنسيقات. أيضا نستطيع اختيار أنماط وقوالب خاصة بعملنا، ممكن أن يعطي لمسة فنية جيدة ضمن. طب إذا كنا أمام مثال بسيط، أن نذكر أن برنامج وورد مثلا بالإنجليزي، برنامج وورد الوورد أول محور كان عبارة عن ولنفرض اختصارات. نلاحظ أن النص يقوم الوورد بشكل تلقائي بتصغير الحجم نسبة إلى حجم المربع. الأمر الآخر، كنا أمام مجموعة من الأوامر. هلأ نريد أن ننشئ بند ثالث في نفس المستوى، فنقوم بعملية. إذا نقفنا على الوورد، على كلمة وورد، ثم إضافة شكل. إضافة شكل سيقوم بشكل طبيعي بإدراجه في المستوى الثاني. يمكن أن نضع تطبيقات، فكنا أمام ثلاث مواضيع خاصة بالوورد. يمكن أن نحذف باقي المربعات السفلى إذا لا نريدها، فيمكن أن نحذفها بشكل تلقائي، فيقوم بتعديل المخطط إلى المطلوب، تكبيره وتصغيره على حسب الاستيعاب ضمن الإطار. ننتقل أستاذ في الإدراج الآخر أو نمط الإدراجات الأخرى في برنامج وورد، لأنه يتيح كثير من الأشياء. نعم. ومن الكائنات، خاصة في نسخة الوورد الجديدة يوجد بها مزايا ما زلنا نكتشفها على جماليتها. هلأ الآن إذا ننتقل إلى إدراج الأرقام الصفحات،
نحن أمام احتياج هام جدا. إذا كان مستند الوورد المصمم من قبل الزميل المدرس أو الموجه يتألف من عدة صفحات، فوجب علينا أن نرقم الصفحات. فهنا من خلال إدراج يمكن ترقيم الصفحات. طبعا يوجد لدينا أكثر من خيار لترقيم الصفحات، قد يكون في أعلى الصفحة الترقيم، وقد يكون في أسفل الصفحة، أو ضمن الهامش، أو في موضع نحن نختاره. نستطيع أن نأخذ مثلا في أسفل الصفحة، فمثلا يوجد لدي أنماط كثيرة نستطيع انتقاء الأجمل أو المناسب بالنسبة لنا. فمثلا لو اخترنا هذا النمط نشاهد أنه أوتوماتيكيا بشكل تلقائي فتح لي أدوات الرأس والتذييل، وقام بإدراج رقم الصفحة في خيار التذييل لأننا اخترنا الترقيم أسفل الصفحة. هنا نريد أن ننوه كما نوهنا في أحد المقاطع المسجلة إلى أن هناك مستويان للمستند، أصبح لدينا مستند مستوى له علاقة بالرأس والتذييل، ومستوى آخر مستوى النص نفسه. فلو أردنا أن نعدل في النص لا نستطيع إذا كنا في مستوى رأس وتذييل الصفحة، وجب أن نغلق الرأس والتذييل، هذا المستوى نغلقه بالضغط على زر إغلاق، لننتقل بعدها إلى إتمام العمل في المستند الأساسي. الآن إذا أردنا أن نضيف إلى ذيل الصفحة وهو في طبعا إلى رقم الصفحة أمامه، ولنفرض أن هذه مجموعة ولنفرض صفحات متعلقة ببرنامج وورد، ممكن أن نكتب بهذا المكان نكتب ما نريد فيظهر في كل صفحة من صفحات المستند. يمكن أن نجرب أستاذ مثلا تطبيق عملي في برنامج وورد، نضعها بالأسفل أم بالأعلى؟ لا تفرق، أنه في مكان ضمن هذا المستوى. مثلا تطبيقات عملية على برنامج وورد، عند إغلاق الرأس والتذييل لو أدرجنا صفحة أو أدرج بشكل مباشر فاصل صفحات، لو أردنا فاصل صفحات أدرجنا فاصل صفحات. وكأننا نقوم بإدراج صفحات متعددة. نعم سنلاحظ تكرار الرأس في كل صفحة من الصفحات، وأيضا نلاحظ الترقيم التلقائي الذي كان طبعا بشكل تلقائي 1 2 3 حسب أرقام المستند. هنا ممكن بالشيء يذكر هو عرض المستند. إذا أردنا أن نرى كافة صفحات المستند بشكل كامل يمكن أن ننتقل إلى عرض الصفحة وكل صفحات المستند بجوار بعضها، لكي نرى إما صفحتين ممكن إما صفحة واحدة أو صفحتان متعددة، أو من الأسفل هنا نتحكم بنسبة تكبير المستند. تمام. هي أيضا من شريط التكبير يمكن أن نرى عدة صفحات بنفس الوقت لو مجتمعة. ضغطنا على زر النسبة المئوية نستطيع اختيار تماماً كم عدد الصفحات الموجودة في العرض، أو عرض الصفحة، أو عرض الصفحة كاملة، أو عرض النص. تمام. أو كنسبة مئوية. ننوه إلى ضرورة هذا الموضوع في حال أراد المدرس أن يسلم خطة درسية من تصميمه أو ملف من تصميمه، وجب أن يرى المستند عن بعد، فيقوم بتصغير صفحات المستند ليرى هل تناسب الجدول بالمكان المناسب، الصورة، الكائن المدرج، لكي يستطيع أن يحكم عليه عندما يطبع أو أحد الأفراد يطبعه أنه هو في وضع سليم بكافة الكائنات المتوفرة فيه. ننتقل أستاذ بعدها إلى الموضوع الذي يستخدمه بعض المدرسين وبالأخص من يستخدم المعادلات، وطبعاً المعادلات الرياضية في مادة الرياضة أو الفيزياء أو الكيمياء، لأن الورد يتيح لنا الكتابة والتحويل ما بين الكتابة اليدوية بالقلم العادي وتحويله إلى مباشرة معادلة مكتوبة بالرموز الإنجليزية. حتى زميلتي الكريمة أيضاً نستطيع الاحتيال، هو ليس فقط للتطبيق على الرياضيات أو الرموز، ممكن استخدامه أيضا باللغة العربية أو في التاريخ أو الجغرافيا كوضع شروحات لجماليته في وضع التنسيقات، ولكن يجب مراعاة أنه إذا أدرجنا كلمتان فسوف يقوم بعكسها لأنه يأخذ التنسيق باللغة الإنجليزية. فمثلا لو أخذنا إدراج ثم معادلة فنستطيع أن نأخذ من الخيارات الموجودة لدي. فمثلا لو أردنا أن نكتب رمزا لمثلا عنصر كيميائي فنشاهد أن هنا مثلا واضع لي الحرف النبري المتعرف عليه بالرياضيات وله أشكال، فنستطيع أن نأخذ الشكل الموافق أو المراد كتابته. فمثلا لو أخذنا هذا الخيار نستطيع أن نأخذ رمز الكلور وفي الأعلى نكتب كتلته
وفي الأسفل نضع عدده الذري، فأصبح هنالك مرونة في كتابة المعادلات الكيميائية أو كتابة الرموز. مثال آخر، لو أردنا إدراج معادلة أيضا، لو أردنا أن نكتب أس 3 أس 5 أصبح أيضا الأمر بشكل أسلس وأفضل بالنسبة لدينا، ونستطيع أن نقوم بالتكبير والتصغير والتلوين بحسب الحاجة. تمام، لو أردنا أن نكتب في أي مكان في النص فهناك اختصار بالوورد موجود. لو أردنا أن نكتب ليس في بداية النص ولا في آخره، في أي مكان ضمن صفحة الوورد، فكيف لنا أن نصل إلى أي سطر من أسطر المستند؟ تمام، مثلا لدينا هذه الصفحة الفارغة نريد أن نكتب ليس في بدايتها. بعض الزملاء يضغطون على زر انتر حتى ينتقل إلى المكان المراد. نحن نستطيع أن نأخذ هذا المؤشر، مؤشر الماوس، وننقر في أي مكان نريد أن نكتب فيه نقرتين متتاليتين. فمثلا أريد أن أكتب في أسفل الصفحة، فلو ضغطنا بنقرتين متتاليتين نقل لي المؤشر في أسفل الصفحة لأكتب ما أريد. مثلا الرموز الكيميائية، فلاحظوا ترك لي الفراغ السابق وكتب لي كلمة الرموز الكيميائية في منتصف الصفحة. هل يوجد في الوورد رموز جاهزة لاستخدامها سواء كيمياء، فيزياء أو أي مادة أخرى؟ نعم، بما أننا أتينا على كتابة الرموز، لو انتقلنا إلى خيار إدراج أسفل كلمة معادلة يوجد لدينا رموز، لو ضغطنا عليها وأخذنا المزيد من الرموز لدينا قوالب وأشكال جاهزة نستطيع إدراج الرمز المراد مع تغيير أيضا الخطوط. فنلاحظ مثلا كلمة شوال أو محرم أو صفر نستطيع كتابتها بضغطة زر واحدة. وأريد أن أضيف فائدة لزملائنا، أننا مثلا نستطيع اختصار عبارة كاملة أو نص تقريبا بمقدار سطر بحرف واحد. فمثلا إذا كان نريد أن نكرره في المستند أكثر من مرة مستمر، يمكن أن نختصره أو نجعله قالب جاهز في الوورد. أريد أن مثلا أن أكتب الجمهورية العربية السورية، فسوف تأخذ لي زمنا طويلا. أستطيع مثلا أن أضع حرف الجيم ثم فراغ فيكتب لي كلمة الجمهورية العربية السورية بشكل مباشر. كيف ذلك؟ نستطيع من خيار إدراج رموز المزيد من الرموز، من خيار تصحيح تلقائي نأخذ نص عادي نكتب النص المراد إدراجه، مثلا الجمهورية العربية السورية، وأستبدلها مثلا بحرف جيم وأخبره إضافة فأصبح هذا الخيار متاحا لدي، ثم موافق إغلاق. الآن لو كتبت حرف الجيم ثم مسافة فمباشرة كتب لي الجمهورية العربية السورية، فاختصر علي الكثير من الوقت. فإذا إذا كان لدي عبارات سوف أكررها بشكل مستمر ينصح بإدراج هذه العبارات. إذا كان الأستاذ لا يريد أن يكتب من خلال مربعات جاهزة كما سبق وشرحت لنا أستاذ محمد، يمكن أن يكتب بخط يده المعادلة الذي يريد ويقوم الوورد بشكل تلقائي بتحويلها إلى معادلة نظامية بحروف إنجليزية كاملة وكأنها مكتوبة بخط الحاسب أو بتنسيق الحاسب، وخاصة وأننا الآن نستخدم السبورات التفاعلية التي تتيح القلم والكتابة اليدوية. نعم، كيف لنا ذلك أستاذ محمد إذا كان أتينا بمثال بسيط عن معادلة بخط اليد؟ نفس الخيار، خيار إدراج معادلة، ننتقل بعد ذلك إلى معادلة بالحبر فتظهر لي نافذة نستطيع كتابة المعادلة ضمنها. فمثلا لو اخترنا جزر أخذها وبالتالي أخبره إدراج أو إنسيرت فأشاهد أن المعادلة أدرجت. كمان في ميزة سوف أهديها لزملائنا، كثير منا من يتهم برنامج الوورد بأنه جاف ولكنه يستطيع القيام بعملية حسابية مثله مثل الإكسل. فمثلا لو ضغطنا على زري كنترول وF9 كنترول F9 ظهر لي هذا القوسين، نضع خلاله إشارة يساوي ونضع العملية الحسابية. فمثلا لو كتبنا 7 زائد 3 ثم F9 مباشرة أعطاني الإجابة،
ممكن ان ينطبقها مع الاطفال الصغار ايضا طبعا. يعني اذا اردنا ان نعمل مثل حزوره للجمع او الطرح طالما الورد يقوم بهذه نعم. العمليه او البسيطة. اذا كنت انا اريد ان اكتب عمليه حسابيه ضمن مثلا مستند وورد انا كاتبه مسبقا، مثلا عدد مثلا اجهزه الكمبيوتر الموجوده في قاعتي مثلا 5 وعندي عدد القاعات كذا، فكم يوجد لدي كم كمبيوتر في كل قاعه، فاستطيع ان اقوم بالعمليه الحسابيه دون استخدام الاله الحاسبه الموجوده بنسخه الويندوز. طبعا هي من مرونة البرنامج، اكيد هناك العديد من الاختصارات والامكانيات الخاصه بكل برامج الاوفيس، نحن ننوه ونسلط الضوء على بعضها واكثرها استخداما. ننتقل ايضا بعد ذلك الى مجموعه من الادراجات الخاصه بالارتباط، ارتباط الملف بملف اخر او صوره او ايميل او اشاره مرجعيه من خلال متابعه المقطع التالي. الارتباط التشعبي في برنامج وورد او ما يدعى بالهايبر لينك يتيح للمستخدم ربط اي عباره في المستند بملف خارجي او بمكان في نفس المستند او ايميل او صفحه انترنت. فهذا الملف مثلا يتكون من مجموعه من الانشطه، تم ربط العبارات في الفهرس بان ننقر على احدها بزر الايسر مع الكنترول، ننتقل مباشره الى النشاط، ويمكن من خلال النقر على زر العوده الى الصفحه الرئيسيه. وايضا هناك ربط بصفحه انترنت يمكن الانتقال اليها في حال كان الحاسب مزود بالاتصال المباشر. وايضا في هذا الملف نشاهد الارتباط ملف PDF يشرح عن الاختصارات بشكل مفصل يمكن الانتقال له، كما يمكن ايضا الانتقال الى فيديو على اليوتيوب ليشرح آلية حفظ الملف في فيرجن 2019. نبدأ بالعمل من خلال الملف الحالي والذي يتضمن 4 أنشطة عن برنامج وورد وصفحة تعرض بعض الاختصارات الخاصة به. ننتقل في الخطوة الأولى إلى النشاط الأول ونختار من إدراج ارتباط، ولكن هنا لدينا ارتباط وإشارة مرجعية، نختار إشارة مرجعية. نسمي هذا المكان A1 Activity 1 ونضيفه إلى قائمة الإشارات المرجعية، وكذلك في النشاط الثاني والثالث والرابع وكذلك الاختصارات. نعود بعد ذلك إلى الصفحة الرئيسية وجملة النشاط الأول نربطها بالنشاط الأول كصفحات. نحدد العبارة ثم نختار ارتباط. هنا ينقلنا إما إلى ملف موجود أو مكان في هذا المستند. المكان في هذا المستند يمكننا من استعراض الإشارات المرجعية، نختار A1 اللي هي النشاط الأول ونقوم بالموافقة. ستتلون العبارة باللون الأزرق وهذه دلالة على أنه تم هناك ارتباط بينها وبين مكان ما، سواء في المستند أو ملف خارجي كما سنشاهد بعد قليل. ننقر بالكنترول والزر الأيسر للماوس ننتقل إلى النشاط الأول. بنفس الطريقة نقوم بربط هذه إشارة بالصفحة الرئيسية لنعود إذا انتهينا من النشاط الأول نعود إليها بالنقر لكي لا نتنقل بدولاب الماوس بين صفحات المستند، وخاصة إذا كانت الصفحات عددها كبير. لابد هنا إلى أن نقوم بإنشاء إشارة مرجعية هنا بنفس الطريقة السابقة ونسميها بداية. إذا نلاحظ أن هذه النافذة تقبل اللغة العربية واللغة الإنجليزية في تسمية الإشارات. إذا سمينا هنا إشارة مرجعية لا تظهر إلا عندما نستدعيها بالارتباط. نأتي إلى الشكل ونقوم بزر الأيمن الآن وأخذ ارتباط، ثم نلاحظ أن إشارة أضيفت بداية، فعند النقر عليها مع مفتاح الكنترول ستعود إلى الصفحة الرئيسية. ننتقل بعد ذلك إلى ربط العبارة بصفحة إنترنت أو إيميل أو فيديو على الإنترنت. وجب هنا أن ننتقل إلى الصفحة بداية وننسخ الرابط أونلاين، ثم نقوم بالعودة إلى الملف وتحديد العبارة ومن قائمة ارتباطات و تبويب ملف موجود أو صفحة ويب ونلصق عنوان الصفحة، فنلاحظ لون العبارة باللون الأزرق. بنفس الطريقة نقوم بنسخ رابط الفيديو الذي يشرح عن الحفظ بأوفيس 2019. ننتقل هنا إلى تحديد العبارة وثم ارتباط ونلصق الرابط. أما عن الربط بالملفات الخارجية، وجب أن ننوه إلى ضرورة الأمر الآتي: حفظ الملفات التي نريد الربط بها ضمن نفس المجلد الذي نحفظ فيه أو المستند الحالي. هنا المستند الذي أعمل به اسمه مثال عن الربط مع أنواع مختلفة. حفظ في نفس المكان كتاب التعلم لوورد 2010 وكذلك ملف الاختصارات. نعود إلى المستند ونقوم بتحديد ملف يشرح عن الاختصارات، ومن قائمة إدراج نلاحظ أن الوورد يظهر لي مضمون المجلد، أختار اختصارات ليتم الربط المباشر. كما يمكن أن نضيف ملف استزادة
لأحد الأنشطة مثلا، هذا النشاط يتحدث عن القوالب، قمت بإضافة مربع نصب كتابة موقع تحميل قوالب من شركة المايكروسوفت ونسخت رابط القوالب، ثم حددت العبارة ومن قائمة إدراج ولصقنا الرابط في هذا المكان، ليستطيع المستفيد من هذا المستند الدخول إلى موقع تحميل القوالب إذا أراد أن يحمل قوالب جديدة تضيفها شركة مايكروسوفت في كل مرة للمستخدمين. بقي أن ننوه إلى أننا إذا أردنا إزالة الارتباط لخطأ ما أو لتعديل ما، نقوم بتحديد العبارة مرة أخرى وبالزر الأيمن نختار إزالة الارتباط التشعبي، فيقوم وورد بحذف الارتباط بين العبارة والصفحة أو الموقع الذي فيه. سيقوم برنامج وورد بحذف الارتباط بين العبارة والملف أو الصفحة، وطبعا بنفس الطريقة يمكن الربط مع الإيميل كأن نحدد العبارة التي نريد أن ترتبط بإيميل الشخص للمراجعة للتواصل من إدراج ارتباط، ونكتب الإيميل في عنوان البريد الإلكتروني، ويتم بذلك ربط كافة العبارات وتزويد هذا المستند البسيط بعدة ارتباطات خارجية تغنيه. ننتقل على ذلك أستاذ محمد مع قائمة جديدة في برنامج وورد وهي تصميم. في تبويب أو قائمة تصميم هناك العديد من الخيارات الذي يعلمها أغلبنا، ولكن إذا وقفنا عن بعضها للتأكيد على ضرورة الضوابط الخاصة بها كلون الصفحة، كثيرا ما يظن أن لون الصفحة عند اختيار أي لون غير اللون الأبيض أن المستند سيقوم بطباعة هذا اللون، هو طبعا لن يطبع هذا اللون وإنما هو تمييز صفحات. إذا أردنا أن نتبادل الملف أو المستند بشكل إلكتروني نرسله على الإيميل على الواتساب أو على أي طبعا إمكانية تواصل، ولكن إذا تم تحويل الملف بعد تغيير اللون إلى ملف PDF فسيقوم فعلا الطباعة ستقوم بطباعة اللون، وهنا طبعا سنخسر حبر كثير إذا لم ننتبه إلى هذه الميزة. إذا تغيير لون الصفحة في الوورد لا يطبع بينما في PDF أو في الأكروبات يطبع. أيضا إذا شرحتنا أستاذ محمد عن حدود الصفحة ما هي الخيارات الموجودة بها؟ من ناحية جمالية نستطيع أن نضع حدود لهذه الصفحة الموجودة لدي، وذلك من خيار حدود الصفحة، نستطيع انتقاء حدود جاهزة أو أنماط جاهزة، ونستطيع أن نضع صور وإطارات جاهزة وقوالب. مثلا لو اخترنا هذا الإطار موافق فسوف يعطيني لمسة جمالية للعرض الموجود أمامي، ويمكن تغيير لونه طبعا، وأكيد يطبع اللون الخاص نعم. بالحد فمثلا بالحد. لو اخترنا لونه دون تلقائي سوف نختار مثلا اللون الأزرق موافق، نلاحظ أن لون الحد أصبح باللون الأزرق. طبعا ننتبه إلى هنا إلى أن هذا الملف قد لا يتناسب مع حد صفحة في الأعلى، هل يمكن لنا أن نزيل الحد الأعلى من خلال ضبط الحدود الصفحات؟ ليس بالضرورة أن يكون الحد على الأربع جهات، ممكن أن ننقر على الحد العلوي فيقوم الوورد بإزالته من النافذة اليسار تمام بالموافقة، وهو الأيمن أو الأيسر موافقة بالموافقة، فنجد أنه اكتفى بوجوده على ثلاث حدود. إذا قد هذه كلها خيارات حسب المطلوب من يعني حسب رغبة في تنسيق الملف أو المستند. أما عن التظليل وحدود الصفحة هناك خيار في نفس النافذة ولكن يتعلق بالفقرات وليس بالصفحة بشكل عام. لدينا حدود للصفحة وحدود للفقرات، هذا الخيار أيضا ممكن أن نشاهده من الصفحة الرئيسية. فمثلا لو قمنا بتحديد نص معين، فمثلا لو حددنا نصا ثم انتقلنا إلى خيار حدود الصفحة ثم أخذنا خيار حدود، ونستطيع أن نختار الخيار المراد من الإعدادات أو من المعاينة الموجودة لدي. فمثلا لو أردت أن أضع هذا النص ضمن إطار فأستطيع أن أختار التنسيق أو النمط المراد وأجعل له هذه الإحاطة ثم موافق، فأشاهد أن هذا النص أصبح ضمن هذا الإطار. أو إن أردت أن أفصل بين هذا النص وهذا النص بخط أستطيع أيضا من خيار الحدود أن ألغي الحدود وأترك الحد السفلي، فألاحظ أنه فصل لي بين هذين الفقرتين أو هاتين الفقرتين.
أيضا هناك في نفس التصميم أو في نفس التبويب من تصميم علامة المائية، وبعض المدرسين يحتاجها إلى تثبيت أسماء على ملفات الخاصة، أو إذا كانت مثلا نسخة تجريبية في الملف أو درافت أن يكتب هذه العبارة بشكل نسبة اللون خفيفة لكي تتعمم على كافة الصفحات ويدرك من يطبعها أنها إما تخص شخص معين أو أن تكون هي يعني ملف تجريبي لحين إصدار النسخة الأخيرة. كيف لنا أن ندرج علامة مائية ونتحكم بحجمها ومكانها؟ علامة مائية نستطيع أن نأخذ الأنماط الموجودة مسبقا، ولكن نحن نختار علامة مائية مخصصة. قد تكون العلامة المائية إما صورة وإما نص، فأستطيع أن أضع علامة مائية بشكل صورة وأستطيع أن أضع علامة مائية بشكل نص. فمثلا لو اخترنا نصا نستطيع تغيير اللغة التي أريد أن أكتب بها وأكتب النص المراد، مثلا برنامج الوورد، كتبنا النص المراد، نستطيع أن نختار من هذه القائمة الخط المراد، أيضا الحجم واللون وشبه شفاف، وهل أريده بشكل قطري أم بشكل أفقي. أستطيع أن أضغط على كلمة تطبيق وأزيح الإطار لكي أشاهد المعاينة، فألاحظ أن كلمة وورد قد ظهرت في كل صفحة من صفحات المستند وليس في الصفحة التي نحن أمامها. ألاحظ أن كلمة وورد قد ظهرت بشكل مائل وبالخط المراد وباللون الذي أدرجته. ونوعا واحد في الصفحة الأخيرة لو بقينا تحت في الأسفل، أن إذا كان لدينا صور أو كائنات يعني ملونة بألوان ثابتة أو ألوان هنقول كاملة، ستكون الكلمة ليست ظاهرة الخلفية المائية، المائية فقط تظهر في أماكن المستند الذي يتضمن نص وليس كائن بلون. ننتقل إلى تبويب تخطيط أستاذ محمد، وفي العديد من الضوابط الهامة في برنامج وورد، سنذكر في المقطع التالي كيف يتم تغيير المستند أو صفحات المستند من عمودية إلى أفقية أو بعض صفحاته وليس بالضرورة كل الصفحات. وأما عن تحويل صفحات ببرنامج وورد إلى أفقية وأخرى عمودية حسب المضمون، في هذا ملف نلاحظ مجموعة من الصفحات العمودية، ونأتي إلى الصفحة ذات الرقم 5 أفقية ونكمل الملف بصفحة عمودية. كيف يتم ذلك؟ قبل أن يتم تحويلها إلى صفحة أفقية كان الملف في الشكل التالي: المخطط صغير والصفحة طبعا فارغة لأنها نريد أن نجعلها بكامل الصفحة، وهذه الصفحة الأخيرة الصفحة السادسة النشاط الخامس فيها. لقلبها إلى أفقية نقف في بدايتها عند الجملة الأولى ونختار من قائمة وتبويب تخطيط نختار إعداد الصفحة، ولكن إذا اخترنا أفقي أو عمودي هنا سيقوم الوورد بتحويل كامل المستند إلى أفقي كما سنلاحظ، فهناك سيصبح لدينا خلل في هذا الملف. أتراجع بالكنترول زد. إذن عندما نقف بداية الجملة نختار من إعداد الصفحة من هنا حتى نفتح نافذة إعداد الصفحة كاملة. هنا طبعا نلاحظ أن أيضا يوجد الخيار أفقي، ولكن يوجد معه الضبط التالي تطبيق على من هذه النقطة، وهنا طبعا المقصود أن المستند بدءا من هذه النقطة إلى نهايته سيتحول إلى صفحات أفقية. نلاحظ هذه صفحة أفقية وأيضا هذه أفقية. نحن لا نريد ذلك، طبعا نريد أن تتحول فقط الصفحة الخامسة إلى أفقية. إذن نعود ونقوم بوضع مؤشر الكتابة ببداية الصفحة التالية ونطبق نفس الخطوات، نختار عمودي لنعيد باقي المستند إلى صفحات عمودية، ولكن أيضا من هذه النقطة عندها سيتم هذا الضبط. عندها يمكن أن نكبر الصورة بالحجم الذي نريد، وطبعا ننتبه إلى أن رأس الصفحة سوف يختلف حكما كونه أغلب الصفحات عمودية. هنا وجب أن نضع مربع نص ونغير من لونه إلى أبيض لكي نتخلص من إزاحة هذا الرأس إلى مكان غير مناسب وغير منسجم مع باقي الصفحات.
وكما نشاهد في المقطع الآتي أيضا كيف يتم التحكم بالتفاف أو وضع الصورة نسبة للنص المجاور لها. وأما عن الصور في برنامج وورد فلها أوضاع مختلفة. في هذا المقال لدينا صورتين نريد أن نغير ومن وضع الصورة نسبة للنص المجاور. نحدد الصورة بعد إدراجها فيظهر هنا شريط أدوات للصورة يتحكم بعدة خيارات، كأن نغير من لونها ومن إضاءتها وكذلك أن نقتص جزء منها. وطبعا ما نريد أن نغير فيه نحن الآن هو التفاف النص، وضع الصورة نسبة للكلام. فيمكن من هنا أن نأتي بالخيار أو أن نضغط بالزر الأيمن وأيضا نشاهد نفس الخيار. إن خيار الالتفاف النص هنا طبعا إذا كمثال أتينا إلى أمام وخلف النص نلاحظ أن الصورة ستذهب إلى الخلف كخلفية يمكن تحكم لاحقا فيها بشفافيتها وجعل خلفية طبعا شفافة لتوسم النص بسمة معينة أو أن تكون أمام النص لأسباب معينة. نحن يناسبنا هنا وضع مشدود، فإذا ذهبنا بالصورة بعد ضبطها إلى اليمين أو اليسار نلاحظ أن النص سيتغير عدد الكلمات في السطر الواحد تبعا للحجم الذي تشغله الصورة، وأيضا الصورة الأخرى. أما عن كيفية كتابة الكلام أو النص وفق عمودين كما في الجرائد والمجلات، فهنا من نفس قائمة التخطيط لدينا خيار الأعمدة. إذا فتحنا خيار الأعمدة فهنا نحن أمام خيارات متعددة، فإذا كنا في مستند حكما فيه كتابة فالموضوع سيكون فيه صعوبة بضبط النص الموجود، بينما إذا فتحنا مستند جديد بكنترول إن لتطبيق فقط لنا أن كيف يكون لنا إمكانية الكتابة وفق عمودين وكيف نعلم أننا وفق عمودين كما في ورقة اللغة الإنجليزية تماما في بعض الأوراق الامتحانية. من عرض المسطرة، إذا قمنا بعرض المسطرة وهي التي سوف تمكننا من رؤية أننا أمام كتابة في عمودين، فيمكن أن تنقل من عمود إلى آخر بعد أن نشاهد أن المسطرة أتاحت لنا هذا وهذا يطول شرحه، يمكن بالتجريب للمدرس أو الأستاذ أن يقوم بتجريب الكتابة وفق عمودين. هي ليست بالسهلة وليست بالصعوبة بنفس الوقت، ولكن بحاجة إلى مرونة في العمل. ننتقل الآن إلى النافذة التالية بعد التخطيط. لدينا المراجع. كيف يمكن أن نشرح بعجالة ما تتضمن هذه أو هذا التبويب؟ المراجع نستطيع من خلالها أن نضع مثلا فهرسا نستطيع الانتقال منه إلى الصفحة المرادة، أيضا نستطيع من خلاله إدراج حواشي أسفل الكلمات أسفل الصفحات، أيضا نستطيع من خلاله إدراج تعليقات ختامية أو إدراج اقتباسات أو إدراج جداول. الحاشية إذا أردنا أن نأتي بمثال عليها عندما نستشهد ونفرض اسم عالم ونريد أن ننوه في أسفل الصفحة، أين نستطيع الحصول على معلومات مصدر المعلومة أو بالأحرى بعض المعلومات الخاصة بهذا العالم أو معاني بعض الكلمات أو بعض الكلمات أو إذا كانت آية قرآنية فهي تابعة لأي سورة؟ نعم. وأي صفحة؟ فهذه طبعا الحواشي حكما يستخدمها من يريد ان يستخدم الوورد ليس بالشكل هنقول طبعا تخصصي عادي. هنا صار وضع تخصصي واحتياج جراف. تخصصي للوورد. ننتقل الى نافذه المراسلات وفيها ايضا ما يحتاجه البعض، وبالاخص عندما نريد ان نطبع شهادات لكامل طبعا طلاب الصف الواحد اذا كانوا عدد كبير او كامل طلاب المدرسه، فليس بالامكان ان نصمم كل شهاده على حده ونضبط الامر بهذا العدد، فهناك هون امر مهم جدا وهو دمج المراسلات يتيحه لنا برنامج وورد، وسناتي على شرح مفصل وسريع في المقطع التالي. طباعه شهادات او بطاقات وفق دمج المراسلات في برنامج وورد. هذا ملف تضمن شهادات تقدير لمجموعة طلاب لم يتم تصميمها كلا على حدة بل تم إنجازها وفق دمج المراسلات. الملفات اللازمة لعمل ذلك: ملف إكسل يتضمن بيانات نريد أن تدرج في البطاقة وهي اسم المدرسة واسم الطالب والصف والشعبة
والمادة التي سيمنح من أجلها بطاقة الشكر والتقدير فيها. كذلك يذكر اسم معلم المادة ومدير المدرسة والعام الدراسي التي منح فيها الشهادة. الملف الثاني هي بطاقة تقدير مصممة إما ببرنامج الفوتوشوب أو مسحوبة من الإنترنت حسب الطلب. نبدأ بعمل ملف جديد ببرنامج وورد وتغيير اتجاه الورقة ليكون أفقيا، كون البطاقة التي أمامنا بطاقة أفقية. ندرج البطاقة في مستوى رأس وتذييل الصفحة، إدراج صور، تدرج البطاقة هنا. نقوم بتغيير التفاف النص لها لنستطيع تحريكها وضبط حجمها بما يتناسب مع ورقة الوورد، وننوه إلى أن ورقة الوورد أبعادها A4، أي أن الشهادة ستكون بحجم A4. لتكن البيانات التي نريدها على البطاقة بالشكل التالي. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الهامة، وهي دمج هذا الملف بملف الإكسل الذي يتضمن بيانات الطلاب، وذلك من خلال تبويب مراسلات ثم اختيار تحديد المستلمين واستخدام قائمة موجودة. وهنا نختار مكان وجود ملف الإكسل الذي قمنا بتجهيزه من أجل ذلك. سيتم استعراض أوراق الملف، أوراق الإكسل كونها مصنف الإكسل تضمن مجموعة أوراق، وهنا لدينا الملف مكون من ورقة واحدة نختارها، وعندها سيتم ربط الملفين. كيف لنا أن نتأكد من الربط؟ سنقوم بفتح إدراج حقل دمج ونلاحظ وجود كافة الحقول الخاصة بالملف. ننتقل بعد ذلك لإدراج مربعات النص بجوار كل بيان لنضع فيه أحد حقول الدمج. ندرج مربعات النص، وبداخل كل مربع ندرج الحقل المناسب، ونغير من الشريط الرئيسي مواصفات هذا الحقل. فهنا مثلا غيرنا اسم الطالب ليكون نوع الخط ديواني وحجم كبير كي تظهر البطاقة بصورة. بعد أن أدرجنا مربعات النص، أدرجنا بداخل كل منها حقل الدمج الذي نريد، اسم المدرسة واسم الطالب، كما أننا غيرنا بمواصفات بعض الحقول لتظهر شهادة التكريم بصورة أفضل. بعد ذلك نقوم بالضغط على معاينة النتائج، والمقصود بها استبدال أسماء الحقول بأسماء البيانات. نلاحظ مجرد أن ننقر عليها تم استبدال أسماء الحقول باسم أو بيانات الطالب الأول، ويمكن التنقل بين الطلاب من خلال شريط السجلات. وبعد الانتهاء من ذلك ننقر على إنهاء دمج ليقوم الوورد بإنشاء ملف وورد جديد يتضمن كافة السجلات، وينشئ من أجلها صفحات بعددها، وهي هنا 4 صفحات لأن لدينا 4 طلاب. نأتي بعد ذلك إلى تبويب مراجعة، وفيه عدة إمكانيات يمكن أن نقف عندها أهمها. أستاذ محمد، ممكن أن التدقيق الإملائي للمستند أن يكون يدوي من خلال الضغط عليه؟ تمام، ممكن أن نستطيع أن نختار الاختصارات ويقوم بالتصويب ووضع علامات أين مكان الأخطاء، ونشاهد أيضا أنه موجود في الشريط في الأسفل، أيضا قاموس المفردات وعدد الكلمات والترجمة. هناك ممكن أن نطبق الترجمة على نص مكتوب في هذا الملف؟ طبعا نستطيع ترجمة مستند أو نص محدد أو ترجمة مصغرة. سوف نختار مستند مثلا من العربية إلى اللغة، أو بالعكس من الإنجليزية. سوف نختار
من العربية الإنجليزية مش من أجل من الإنجليزية إلى العربية. تمام، موافق. نكتب الكلمة، أي كلمة مثلا يلعب، نأخذ خيار المراجعة ثم ترجمة. أتاح لي وأظهر لي جميع التراجم والقواميس الخاصة بهذه الكلمة وجميع المرادفات. قد تكون لديها عدة مرادفات فيمكن، بس أريد أن أنبه أن الترجمة إن كانت نسخة الأوفيس قد نزلت بشكل كامل فينزل قاموس مدمج أو مدرج معه، أما إن لم يكن قد ثبتت بشكل كامل فنضطر أن يكون الجهاز متصل بالإنترنت كي يستجلب التراجم بشكل أوسع وقواميس أخرى، إذا كان المحدد هو نص كبير وليس كلمة أو كلمتان. نعم، كلمة أظنها أنها صغيرة. يمكن أن نتابع في التبويب الآخر، عرض تبويب عرض في الوورد. لنأتي إلى 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 ضوابط تم ذكرها سابقا، كأن يتم عرض المستند إما كصفحة واحدة أو عدة صفحات، وهذا كما قلنا يلزمنا عند الانتهاء من تصميم المستند أن نشاهد كافة صفحاته بشكل إجمالي لنعرف ما كان المخططات ومناسبته بالنسبة للنص إلى آخره. ولكن هنا لدينا العرض المسطرة أو خطوط الشبكة، تلزم خطوط الشبكة أحيانا إذا تم عرضها أستاذ محمد لنعرف أنا ما هي الخطوط المناسبة. هنا وجود الشبكة هذه كيف للمدرس أو ماذا تهم المدرس؟ تهمني في بشكل جيد عند إدراج أشكال أو إدراج صور لكي تأتي بأماكن مناسبة بشكلها الأفضل. أما بالنسبة ككتابة ما لا أظنها. تمام، إذا استخدامها خاص بمدرسي الرسم أو المادة الفنية. نعم. إذا عندما يريدوا أن يرسموا بالوورد أو يجلبوا صور خاصة بالتلوين أن يعرفوا كيف المربعات، أن يقوموا بعمل بعض الأحجيات الخاصة بوسط اللون وفق الأرقام، هذه تعينهم لأنها عبارة عن لوحة بس يتم عرضها وليس طباعتها. تمام، لن تظهر أثناء الطباعة كالورق المليمتري في في الأوراق العادية. أيضا لدينا هنا ما يسمى بترتيب الكل أو الانقسام والنافذة الجديدة، وهذه طبعا ضوابط خاصة ممكن أن نطبقها على ملفات الوورد المفتوحة. لو اخترنا تبديل النوافذ بين الصفحات المفتوحة مباشرة نستطيع التنقل بين هذه الصفحات. تمام، هذه الصفحات التي قمنا بالعمل عليها مسبقا، فمثلا لو كنت أريد أن أنسخ كلاما أو نصا موجودا في هذه الصفحة إلى الصفحة التالية فأصبح هنالك سهولة في التنقل بين هذه الصفحات. يمكن ترتيب الكل أن يعرضها كامل المستندات بجوار بعضها. نعم، ترتيب الكل سوف يفتح لي جميع النوافذ الوورد التي كنت قد فتحتها لكي أنسخ وألصق أو هذه تفيد إذا كنا في مستندين، فأنا حالي أستخدمها بشكل كبير. لو أغلقنا باقي المستندات أستاذ وأبقينا على ملفين نلاحظ الميزة في هذه الإمكانية. إذا كانت الملفات بحاجة إلى أن أرى قبل وبعد التعديل مثلا فهنا الترتيب العمودي ممكن أن يفيد. أيضا يمكن أن أتحكم ترتيب عمودي وترتيب أفقي، هذه العرض بشكل جانبي جنبا إلى جنب أو بشكل أفقي. تمام أيضا نستطيع إن كان لدي نص وورد واحد أن أتنقل بين طرفيه من الأعلى والأسفل، فمثلا لدي هذا المستند، سوف ألغي خطوط الشبكة، فمثلا لدي هذا النص أريد أن أعمل في آخره وفي أوله في نفس اللحظة، أستطيع أن أعمل انقسام لهذه الصفحات فألاحظ أنني أستطيع التنقل من الأعلى إلى مكان الانقسام، مكان الانقسام التنقل من الأسفل ضمن نفس المستند وأقوم بالتعديل بكلا المكانين في الأعلى وفي الأسفل، أتعامل معه بمكانين من نعم. بالمستند ضمن نفس النص المفتوح. نأتي على النافذة الأخيرة في برنامج وورد أو بالأحرى التبويب الأخير، وهذا التبويب لا يظهر إلا فقط عندما نكون قد حملنا نسخة أدوب أكروبات بروفيشنال النسخة الاحترافية على حاسبنا، فنلاحظ أنها قد ظهرت ودمج لي خيارات البي دي اف ضمن برنامج الوورد.
فإذا هذا الخيار غير موجود إلا عندما نكون قد أدركنا ثبتنا نسخة أدوب أكروبات النسخة الاحترافية البروفيشنال. تمام. أيضا كل برنامج يتعامل مع بلفات البي دي اف، أنا أيضا في حاسبي إذا نزلنا أيضا برنامج آخر غير الأكروبات مثل فوكس، هذا كمان أيضا يدرج قائمة إضافية في برنامج وورد. وكثير من الملفات والبرامج التي إذا ثبتت على الويندوز تضيف بشكل تلقائي قائمة في برنامج وورد، فقد تختلف من حاسب إلى آخر القوائم معددة تبعا لما يحمل على هذا الحاسب. توجد بعض الأدوات أحب أن أنوه إليها نستطيع إضافتها ضمن برنامج الوورد، فتمكنني أيضا من إنشاء أو مساعدتي في كتابة بعض الملفات. فمثلا لدينا بعض البرامج الخاصة بالرياضيات أو باللغة الإنجليزية أو بالفيزياء والكيمياء تضيف لي تجارب عملية أستطيع أن أكتبها أو أرسمها ضمن برنامج الوورد بكبسة زر. وأيضا نلاحظ أنه ضمن إدراج الأدوب أكروبات أدرج لي ما يسمى بالفلاش، ومتعارف أننا نستطيع كتربويين أن نبحث بالإنترنت ونستجلب مقاطع فلاش وهي ملفات متحركة ضمن برنامج الوورد، فلم يصبح ملف الوورد لدي جامد، سوف يصبح لدي برنامج متحرك وتفاعلي أكثر. تماما. نأتي بهذا إلى الانتهاء من استعراض مهارات بالوورد، ولكن ننهي مع أمر هام جدا. إذا أردنا أن نحول لغة البرنامج من عربي إلى إنجليزي أو العكس، فليس كما طبعا نعرف سابقا أنه يجب أن نحمل إما النسخة العربية أو النسخة الإنجليزية، فهناك خيار يتيح لنا أن نغيرها بدون تحميل نسخة محددة. يمكن أن نطلع على الخطوات أستاذ محمد في تحويلها. من خيار ملف نذهب إلى خيارات، نذهب من القائمة الموجودة في اليمين اللغة، نشاهد أن في بعض الأجهزة اللغة الإنجليزية فقط أو العربية فقط. تماما. من الخيار الحصول على مزيد من اللغات نستطيع أن نسحب من الإنترنت هذا التطبيق الصغير الذي يتاح مجانا، تمام، خاص باللغة ويثبت في هذا الفولدر اللي هو خاص بمكتبة. تمام. ونسحب اللغة من الإنترنت، ثم نستطيع أن نبدل بين الواجهتين. فمثلا أنا الواجهة لدي لغة عربية، من هذا الخيار أنتقل إلى اللغة الإنجليزية، وأيضا هنا لغة إنجليزية فموافق. لو أغلقت الواجهة البرنامج ثم عدت بتشغيل البرنامج، ألاحظ أن التطبيق أصبح باللغة الإنجليزية بشكل كامل. وأيضا إن كان باللغة الإنجليزية نستطيع أيضا من خيار Option ثم لينجوج الذهاب إلى اللغة العربية وجعله افتراضي، وأيضا في display language في العرض وأيضا في التعليمات. ولكن نحتاج إلى إعادة إقلاع برنامج الوورد، نلاحظ أنه قد أصبح باللغة العربية دون حذفه وتحميل النسخة الجديدة. تماما، وهذه فعلا ميزة مميزة. شكرا أستاذ محمد على ذلك.